خمسة. تتعاملوا لصالح البلاد، هي دولة اجتماعية ديمقراطية اجتماعية. وقالوا لي في الأخير قول لهم ظنوا وقوف الجزائر واستمرار الجزائر. ذكرى 70 لهذه الثورة، لاندلاع هذه الثورة، وما زال بقية باقية من المجاهدين ومن صناع هذا الحدث العظيم، مما يدفعنا إلى استغلال وجودهم. هذه الثورة المجيدة التي خاضها شعبنا لمدة 7 سنوات ونصف وقدم فيها التضحيات الجسام، ما زلنا لم نكتب الكتابة التي تتناسب مع عظمة هذه الثورة.